الوضعية بصفة عامة في بلادنا على جميع المستويات نحكي لا تسر. اليوم نحكي سبيسيالمون على الوضعية الصحية الكارثية اللي فيها بلادنا والنتائج متاحة والأسباب. نهار 27 جوان فتحوا الحدود في تونس وقالوا نتعايشوا يعني مع الوباء وما هوش تونسي هو وباء عالمي وما إلى ذلك، وهذا معقول. لكن اللي ما هوش معقول أنه تم وضع مجموعة من البروتوكولات الصحية في المؤسسات التربوية في المحاكم وما إلى ذلك، لكن المشكل وين هوني أنه ما تمش تطبيق هذه البروتوكولات. النتائج الآن كانت كارثية للأسف من حيث تطور عدد الإصابات وكذلك تطور عدد الوفيات. قضاة موتة، محامين موتة، كتبة موتة، مربين موتة، تلامذة موتة. قالوا لنا صغار ما يموتوش بالكورونا وشفنا صغار تلامذة يعني موتة بالكورونا. أعطينا رأيك في الوضعية هذه بصفة عامة اللي صايرة في البلاد. شوف الشيء اللي وصلنا له اليوم هو طبيعي جدا، وبعد نذكر الاسباب علاش وصلنا للحاله دي. نبداو من البدايه. اول حاجه نحن في جائحه الكورونا منذ البدايه انتقلنا من حكومه الى حكومه ومن برلمان الى برلمان، ودخلنا في متاهات سياسيه مناكفات والى اخره. انت طبيعي جدا انت كتبدل وزير بوزير اخر اكيد فما تغيرات، ما فماش ما يقوليش راي الوزاره مش يدير فيها الوزير، لا الوزارة يدير فيها الوزير، لانه الوزير هو رئيس الفريق، وفريق من غير قائد بطبيعة الحال باش يعمل أخطاء. مشينا خطوة باهية في حكومة الياس الفخفاخ، وصلنا لدرجة وصلنا صفر إصابات وصفر حالات وفيات. فجأة دخلنا في مناكفات سياسية، تمت إقالة بعض الوزراء، ودخلنا يعني فك كما نقولوا نحن تصفية حسابات على حساب الشعب التونسي. هذه حاجة. ثاني حاجة هما وقت محلوا الحدود، نقول لك أنا كنت متابع وأنا كنت من أحد الأطراف اللي كنت ندافع على الناس اللي موجودين في الحدود في ليبيا وغيرهم، كيفاش المعاناة وشنو اللي يسير بهم و إلى آخره. واضح وقت ما دخلوا ولينا في الفترة هذيك وقت محلوا الحدود مش محلوها للشعب التونسي، لا حلوها لأن فما لوبيات، ونقول الحقيقة فما لوبيات نافذة عند السياحة وغيرهم كذا لازمها هذيك حاجتهم بها تصف الشعب المواطن مواطن تونسي. ادخلنا في الحكايه هذيك ومتاكد وانتم تعرفوا الشيء، فما بعض الوزراء غير موافقه على حلان الحدود. لكن اللي ضر اكثر هي وقت ما دخلنا في الحكومه، وقت ما دخلت في ارتباك ولا تصفيه حسابات ولا رئيس حكومه دخل في متاهات اخرى ولا يعني متهم بشبهات فساد وتضارب مصالح ودخل بونتوات ما بين الاحزاب، وقعت اقاله بعض الوزراء. ونقولوا حقائق للحق، ما يهمنيش في الاسماء والانتماءات الحزبيه، الوزراء اللي تم اقالتهم في وزراء عندها علاقة مباشرة بالكوفيد 19، عندها علاقة مباشرة. بطبيعة تبدل الوزير، جت الموجة الثانية اللي كانت برشا يعني أطباء وغيرهم ينبهوا لينا للموجة الثانية. الموجة الثانية كي جت في حكومة أخرى جديدة، جاء في وزير جديد، دخلت بعضها حقق للحق ولا تسيب، ولت ما عادش فما مراقبة، ولت الصرامة بالفم والتطبيق ما فمش. خذا سيد الرئيس الحكومة الجديد المشيشي خذا بعض الإجراءات، لكن الإجراءات يا حبيبي فات الفترة. والإجراءات إذا كانت تكونش تعمل إجراءات وتكون فعلة وتطبق القانون كما هو، بطبيعة الحال اللي وصلنا له اليوم هو تهاون استهتار من المواطن واستهتار من السلطة من الحكومة، وأيضا حكومة فاشلة نقول لك ما عندهاش رؤية. راهو تفكر لي في اليوم ما تفكرش بعد 10 أيام. هنا وصلنا اليوم، يعني وصلنا في تونس انه تقريبا في بعض الحالات يوصلوا في الساعه 4 حالات وفيات. وعلى فكره نمشي تو بالحالات الوفيات، ما عادش نمشي بالحالات الاصابات. تو تقريبا يوميا فما اكثر من شخص في الساعه يموت في تونس. هي رايي انه تونس هذه البلاد، تونس مش تونس، الحكومه التونسيه باعت الشعب التونسي للموت، فهمتني ولا؟ بروتوكول صحي واجراءات وتطبيق وتباعد اجتماعي وما رينا حد شيء، فهمتني ولا؟ معناها تونس الدوله هذه باعتنا للموت، فهمتني؟ حشاك يحيى من يحيى ويموت من يموت. اللي عنده قالوا لنا اللي عنده مناعه، شفنا ولاد صغار ماتوا، شفنا طفله في سوس عمرها 30 سنه، شفنا طفله في بومرداس عمرها 19 سنه، شفنا تلميذ عمره 14 سنه. قالوا الكبار اللي ما عندهمش امراض مزمنه، ام صاحبي مثلا عمرها 52 سنه الله يرحمها توفات، فهمتني؟ في احنا مثلا في سوسة كل نهار نشوفوا زوز ثلاثة جنازات، احنا في سوسة توكي اكثر من 200 واحد توفى بالكورونا. هذا كل شنو هو من التسيب ومن التساهل نتاع الدولة ولا مبالاة نتاع المسؤولين، فهمتني ولا؟ وهنا نشوفوا في النتيجة، وان شاء الله ربي يستر وان شاء الله ربي يقدر الخير. المواطن بصفة عامة مش قاعد يطبق في
بروتوكول صح. وزيد بالنسبه مثلا للدوله، واجب الدوله شنو هو؟ واجب الدوله اذا باش تفرض انت البروتوكول الصحي على المواطن، لازمك توفر له المستلزمات نتاع الكوليك، مثلا لي بافيت لي جيل سيتو الباقي شنو، تعرف شنو المواطن شنو مهمته، يعني يعمل الاكل تبعد هذاك هو. ماتريال مو ما عندوش، وقداش من بافيت مش يشري، وقداش من واحد، وسيرتو هذه مش مسؤوليه الدوله، راهو مش مسؤوليه، نجم تقول الدوله تشارك ب 90% في الوضع، في خطورة الوضع الوبائي وفي الوفيات وفي كل شيء هي الدولة. لو تمشي المستشفيات مثلا، المستشفيات ما تلقاش مشاكل على غالب، يعني الكور ميديكال وباراميديكال قداش مش يشري من عنده، وهو المتعرض أكثر للخطر، خاطر هو يعني في يباشر في الأمراض نتاع الكورونا، يباشر فيها أون ديريكت، دونك هو اللي هو في هو يعني هو المتعرض للخطر أكثر. باهي وزارة الصحة وفرت له شي حاجة. أنا قاعد نشوف ديما في التلفزيون المستشفيات الكل في حالة مزرية، والمدارس كيف كيف. باهي هذاك هو، مش نقول لك أنا في المؤسسات نتاع الدولة كلك ما تمشي تلقى هكا اللي بافات وتلقى اللي في البنوك اللي عندهم الفلوس. هل من المعقول حسب رأيك أنت كمواطن تونسي أن تقدم الدولة التونسية على العودة المدرسية مع 600 مدرسة من دون ماء؟ أنا والله أنا ضد أنا ضد العودة المدرسية، ضد العودة المدرسية يا أخوي. ما نأجلوها، نحن نأجلوها عطلة متاع سيف، نأجلوا العطلة الكليكة ونعملوا خليهم في ديارهم على الأقل حتى نوفي الوباء. علاش وليدات صغار مساكن عليه شنو ذنبهم هذاك؟ وإلا المدرسين ولا القايمين وحكايات والكل ما عليه الاف، راهو سي با فري. العدد اللي شوف فيه تو مش صحيح هذاك، هذا العدد 70,000 ملتيبلي يقف في العشر 700,000، راهو مش 70,000، لا سي با فري. خاطر ما ثماش نظام، نظام يغلب القانون، والقانون ما ثماش ونظام ما ثماش، معناتها كل واحد يخدم زي راسه، فهمت كيفاش؟ كل واحد يخدم زي راسه وقت به. والله العظيم لا اله الا الله محمد رسول الله، ما نعرفش شو نقول شو نتكلم. قال الرجل لا تقدم اعذارك، عذرك مش مقبول. بلاد ما نعرفش انا كيفاش، اقسم بربي ما نعرفش كيفاش. هما حتى اعذار ما قدموهمش المسؤول. كيفاش البلاد هذه تعرف علاش يلوجوا على الفلوس؟ شفت على الفلوس؟ يلوجوا على الفلوس، هكا هو. باهي وارواح الناس. ما على بالهم باهي، كاين حاجيك وعاد قدر مات في زباله، شنو كاين مات في زباله، على بالهم هما. اعطي لي فلوس وكا هو البلاد هذه. اعطي لي فلوس وكا هو. علاش ما نشوفوش محاسبات؟ شفت المسؤول المقصر، علاش ما يحاسبوه؟ انا ما نعرفش وما نجمش نعرف، فهمت كيفاش؟ ما تعرفش وما تنجمش تعرف، على خاطر ما تنجمش تعرف تو تتكلم يضربوك بالدبوس. بلادنا تو 2020 تتكلم يضربوك بالدبوس، فهم ولا معناتها ما نعرفش انا كيش نعرفش كيش نحكي. مشكلة في تونس ما فماش محاسبة، المحاسبة سي فلان وسي فلان، هذا متابع سي فلان وهذا متابع سي فلان، لا سايبه مش مشكل مثالش، وهذا كل استهتار. وفيش شكون قاعد يموت؟ يموت الزوالي، فهمتني ولا؟ لكن جات فما محاسبة، ويد من حديد تضرب بالنار بالحق، فهمتني ولا؟ اللي يغلط يتحاسب، اللي يغلط يتحاسب، كما كان النظام العراقي قبل ولا النظام السوري تو، اللي يغلط يتحاسب، اضرب ما يهمكش، فهمتني ولا؟ اما تونس عندنا سي فلان، لا هذاك متابع اكس، هذاك متابع عمر، هذاك متابع زيد، هذاك المشكل. هنا نشوفوا الاستهتار، هذا نشوفوا في الموتى حاشاكم كل نهار، وين تتلفت تبدا تسوق تتلفت تشوف الجنازة خارجة متاع كورونا، فهمتني ولا؟ ان شاء الله ربي يرحمنا وربي يجيرنا من المسؤولين اللي شادين توكيل البلاد هذه والحكومه والكل، فهمتني؟ حاشا ما يستاهل، ان شاء الله ربي يجيرنا منهم وحسيبهم ربي. كيما الطفله اللي مات البارح في سوسه في بلوعه، ولا ماهل قذقاذي، ولا الطفله اللي مات في بلوعه في البحر الازرق، ولا عمر العبيدي، ولا فهمتني؟ ان شاء الله ربي يجيرنا منهم. مسلسل يعني الخروقات واللامبالاه متواصل، وللاسف اللي يخلص الثمن نتاع المسلسل هذا هو المواطن الزوالي اللي قاعد يموت. مشكله المواطن كيما قولك حاشا هالبلاد، ما يقولوا بلاد الهنا شبابها في الجبانه، فهمتني ولا؟ هذه غنايه وبالحق قاعده تطبق على ارض الواقع، كيما ادم اللي توفى في الماديسون، كيما انا برشا ناس، فهمتني ولا؟ لا مبالاه ولا مسؤوليه، والناس مش متحمل مسؤوليتها، شده دي بوست كلي كبار حاشا ما يستاهل، فهمتني ولا؟ والزوال اللي ماشي في العفس، هذا نشوفه في الموتى كل يوم، تفينا كل يوم جنازه، وان شاء الله ربي يسترنا. وكاو اكيد قاعدين يموتوا العباد هذوما نتيجه تقصير من مسؤولين، علاش ما نشوفوش محاسبات في بلادنا؟ ارواح هذه بشريه، من سيحاسب من؟ هذه المشكله، من الفاسد ومن سيحاسب الفاسد؟ اختلط الحابل بالنابل، ما عادش نفهموا حتى شيء. نحن اليوم هاك تشوف ولات محاكم في وسائل الاعلام، ولات قضايا اللي نورمالمون يعني قاضي، ولا اول مره في تاريخ تونس
رئيس محكمة، الرئيس الأول للمحكمة تعقيب، يظهر في وسيلة إعلام ويحاول ملجأ باش يبرى روحه، اللي هي دي ما سرتش خلاص لأول مرة تحصل الحكاية دي. هذا طبيعي، ليش؟ طبيعي الاستهتار الموجود. ونقول لك حكاية، مصيبتنا في البرلمان ما يحدث بالبرلمان وما ينشره البرلمان خارج البرلمان، هذيك الكارثة الوين، هذيك اللي خلتنا نوصلوا لنا. لأنه محاربة هذا الكوفيد ولا السيطرة عليه يكمن في الوحدة الوطنية الصادقة. لا توجد وحدة وطنية صادقة. وأكبر أشياء نعطيك أنا حاجة، أنت سبيطاراتنا مستشفياتنا حال رثة، ولا المواطن يموت يلزم عائلته تدفع 65 مليون منين تجيبها، ولا التجارة بالدم ولا التجارة بالأموات. وهنا نشوفوها وصلت قاضي، قاضي يا رسول الله ما يلقاش باش يعالج، مال المواطن البسيط شنو عملوا له؟ هذا حالنا اليوم، حالنا إلا ما رحم الله. ها نقولها لك، ما عادش عندنا حلول، لأنه توفيات هاك تشوف فيها الكل تطلع في المترو، المترو تلقى معبي، بافيت هاك تفرج عليها آخر ما فماش شكون يستعمل بافيت، حتى ولو يستعمل بافيت يستعمل فيها بطريقة غالطة. فهمت؟ دونك أنا ننتظروا رحمة ربي، فهمش يفوق علينا ربي. فاقد الشيء لا يعطيه، وهذه الحكومة والمنظومة السياسية ما عندها ما تعطي للشعب التونسي، والفاشل مستحيل ينجح إذا كان ما رجعش أخطأه.